شكل بالجملة بحي المقاسب أحد أكبر الأحياء بمدينة جيجل أخرجت السكان إلى الشارع عدة مرات، انتهت كلها بوعود لا يزال السكان ينتظرونها إلى اليوم. عندنا 6 سنين وحنا ساكنين في 78، عندنا قرابة ما نحوملناش من تما، الطريق ما مخدوماش، ليغو ما مخدومش، لا طريق لا ليغو لا ما. لا سينيس ما مخدومة، غاين بوشية مرة، لا تيخدموها جديدة، غاين بوشية مرة. عندنا الكليراج كيف كيف خدموه ما طلقوش ما متمش، الكارلاج تاع الطريق كيف كيف. ورغم استفادة الحي من مشروع التهيئة إلى أن المشروع تشوبه عدة استفهامات حسب السكان. كل المقاولات اللي خدمت هنا في الطريق هذه، كل المقاولة خلات حاجة مش مخدومة. الدار معمرة بالماء، راس المدينة تاع لاجونس، كون سيكون لي الدار خلصني والتراب ديالي وخلصني، وأنا يكون لي دنمير نروح للمير يكون لي لاجونس. أجزاء أخرى من الحي تبدو مهربة من القرى، ولا زال السكان ينتظرون ربطهم بالكهرباء. عايشين مازلنا في بلاص منطقة بدائية، شوف الكهرباء ما عندناش، الكهرباء ما كانش خلاص، شوف عبارة عن شبكة عنكبوتية في السماء، خيوط، هذا ما كان كاين تجيب ديباسي من عند الجار تاعك ولا ما كانش. ويبقى سكان حي المقاسب بين هذا الوادي الذي تصب به كل القدرات وتهيئة حضارية لم تصل بعد إلى المدينة، ينتظرون تجسيد وعود جديدة قديمة، فهل ستتحقق هذه المرة؟